ازيكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل انجزني الفورمه. هنتكلم النهارده عن الشابتر التاني وهو الفارماكوكاينيتكس. يعني ايه الفارماكوكاينيتكس؟ يعني البادي هيعمل ايه للدراج. احنا خدنا الفارماكوداينامكس اللي هو الدراج هيعمل ايه للبادي. طالما هي داينامكس يبقى دراج، فاحنا خدنا الدراج هيعمل ايه للبادي. النهارده هنشوف البادي هيتعامل مع دراج اصلا ازاي. البادي هيتعامل مع دراج زي من ساعه ما ياخده لحد ما يعمل له امتصاص، وكمان هيوزعه على الجسم، وكمان هيعمل له ميتابوليزم هو تكسير واكزيكريشن. يبقى اول حاجه ابزوربشن، بعد كده ديستريبيوشن، وبعد كده ميتابوليزم، وبعد كده اكزيكريشن. طيب احنا النهارده هنتكلم عن دراج ابزوربشن ودراج ديستريبيوشن. المره الجايه في المحاضره الجايه هنتكلم عن دراج ميتابوليزم ودراج اكزيكريشن ونتخلص من الدراج خلاص. طيب يعني ايه دراج ابزوربشن؟ اول حاجه الابزوربشن يعني ان احنا بننقل الدراج من مكان ما خدناه من السايت اوف ادمنستريشن للبلد. طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا على حسب، احنا خدناه انترافينوس، انتراماسكولار، احنا خدنا دراج تابلت عادي اللي هو يعني اورال من مكان ما خدناه. الفكره ان احنا عايزين نوصله للدم. طب هو دراج هيوصل للدم ازاي؟ مثلا لو احنا واخدينه اورال، هيخش كده كانه اكل، فهيعدي على الجي اي تي. طالما عدى على الجي اي تي فهو هيوصل لخلايا الامعاء وخلايا المعده. يبقى كده احنا عايزين نعديه من خلايا الامعاء، السيل ممبرين بتاع الخليه، علشان خاطر يعدي الناحيه الثانيه يوصل لمجرى الدم عادي. طيب الفكره بقى النقله دي، نقله الدواء ان هو يخترق السيل ممبرين ويوصل للدم، هو ده بقى الابزوربشن. فاكرين الحديد؟ كان في رسمه كده خليه انتروسايتس كبيره كده، كنا بنعدي الحديد من خلال خليه، نعديها خلال انتروسايتس عشان يوصل الناحيه الثانيه للدم. كده احنا خلاص عملنا امتصاص للحديد. طيب الميكانيزمز بقى بتاعت الابزوربشن بتاعت الدراج، عندنا ايه هما الميكانيزمز بتاعت الابزوربشن؟ اول ميكانيزم عندنا اللي هي الباسيف ديفيوجن، ثاني ميكانيزم عندنا اللي هي الفاسيليتيتد ترانسبورت اور ديفيوجن، وثالث ميكانيزم اللي هي الاكتيف ترانسبورت، ورابع ميكانيزم اللي هي البينوسايتوسيس. يعني ايه الكلام ده؟ احنا واخدين الحاجات دي قبل كده في سنه اولى، بس اكيد كلنا نسينا يعني، فهنعيدهم كده بسرعه. طيب الباسيف ديفيوجن يعني الفكره اللي احنا عايزين نعدي دراج من سيل ممبرين نعديه لجوه الخليه. الفكره بقى هو دراج لو شبهنا، يعني لو شبه السيل ممبرين هيعدي بسهوله جدا، ولو صغير هيعدي بسهوله جدا، ويا سلام بقى لو الكونسنتريشن جريدينت بره اكبر من جوه فيعدي على اساسه، يبقى كده ده فل الفل والدراج هيعدي عادي. طيب اول حاجه لو هو باسيف ديفيوجن، الباسيف ديفيوجن ده بيعدي بيه دراجز من غير ما تحتاج اصلا انرجي، ولا بتحتاج كارير يشيلها، ولا عايزه انرجي، ولا عايزه كارير، ولا عايزه انرجي. يبقى هي اصلا الدرايفنج فورس بتاعتها هي الكونسنتريشن جريدينت بتاعها اعلى بره اعلى بره، فعلشان خاطر كده هو دي القوه اللي اصلا بتعدي الحاجات من بره لجوه، لو التركيز بره اعلى من جوه. زائد كمان لو هي اصلا الحاجات دي ليبيد سوليبل دراجز، يبقى هتعدي على طول بسبب انها عندها سوليبيليتي في الممبرين، لان الممبرين اصلا ليبيد بايلير. لو الحاجه لايبوفيلك، لو الحاجه ليبيد، لو الحاجه نمبولر، هتخترق السيل ممبرين بسهوله جدا وهتعدي. بس المشكله في حاجه، المشكله لو الدواء ده بقى ايه، الدواء ده ووتر سوليبل. لو الدواء ده ووتر سوليبل دراج، ده معناه ان هو هيعدي السيل ممبرين بس مش هيعديه، مش هيعرف يخترقه. في بوابات كده للميه في السيل ممبرين اسمها اكوا سبورت. الاكوا سبورت دي يعني هي بوابات ميه بتعدي الميه، فلو الحاجه اصلا صغيره ووتر سوليبل هتعدي مع البوابات دي وتيجي نازله فيها، طالما هو حجمها صغير ووتر سوليبل. تمام كده اول حاجه في الباسيف ايه ديفيوجن. الفاسيليتيتد بقى ترانسبورت اور ديفيوجن، هو لسه باسيف مش محتاجين طاقه. طول مش محتاجين طاقه يبقى فعلا التركيز بره لسه اعلى من جوه. بس الفكره هنا ان الجزيئات كبيره، الجزيئات كبيره عايزه كارير. ده نوع من الباسيف ترانسبورت بيخلي الحاجه تاعت كروس من الممبرين بس باستعانه بسبيشال كارير، عشان هي كبيره محتاجه حاجه تشيلها، مش هتعرف تعدي كده. الكارير دي بتبقى اصلا موجوده في السيل ممبرين عادي وبناخد دراجز. عندنا مثال هنا اللي بيتنقل بالفاسيليتيتد ديفيوجن اللي هو النور ابينفرين. ده دراج بيعرف ان هو يعدي من الليبيد بايلير علشان خاطر يعني، بس بيعدي يبقى عشان تركيزه اكتر فبيعدي بس. بس الفكره انه بيحتاج سبيشال كاري يعدي. وبيقول لك كمان ان احنا البلاد برين بارير، الدراجز اللي بتعمل كروس البلاد برين بارير بتعمل كروس بطريقه ايه؟ بطريقه الفاسيليتيتد ترانسبورت او فاسيليتيتد ايه ديفيوجن. يبقى الحاجه لما تعدي البلاد برين بارير بتستخدم الطريقه دي. طيب في طريقه ثالثه اللي هي الاكتيف ترانسبورت. الاكتيف ترانسبورت ده بقى مكلف جدا. يعني ايه؟ يعني عايز طاقة وعايز كارير، الاثنين في طريق. الاكتيف ترانسبورت ده عايز الاثنين، لان هنقل حاجة اكروس السيل ممبرين، لان الكارير
ده حافظ مش فاهم، عايز يدخل الدرج من بره لجوه. يا عم ده طب ما الدرج بره اصلا تركيزه قليل، انت كده بتعاكس الكونسنتريشن. ماليش دعوه ماليش دعوه، يبقى مسكتوه كده، فهنديله شويه يعني نديله مثلا جنيه او حاجه، فهنديله شويه طاقه والكاري اللي دخل فيها عشان خاطر كان بيحتاج انرجي وبيحتاج سبيسيفيك ايه كاري. هو نقل السب سبستانس اكروس الممبرين اجنس اتس كونسنتريشن جرين باستخدام طاقه. طيب تالت حاجه، اخر حاجه قصدي رابع حاجه، اللي هو البينوسايتوزس. ده احنا بننقل الدراجز اللي هو لارج سايز دراج. زي مين بقى اللارج سايز؟ زي فيتامين بي انفلونسنج فاكتور وفيتامينات، اللي هم اكيد دول الفيتامينات دي حجمها كبير جدا. هو بي 12 دايما بيبقى معايا الانترنسك فاكتور بتاعه، الخضر ما بيقدرش يمشي من غيره، وفيتامينات اكيد حتى البي 12 ده حاجه ووتر ستيبل، واكيد اللي هم الفات سوليبل ايه فيتامينز دول حجمهم كبير، حجمهم كبير فبيعملوا يخشوا بالبينوسايتوزس. يعني احنا ممكن نعملها يعني بينو ولا صغير اسمه بينو بياخد فيتامينات، يعني عشان بصمجه كده عشان نعرف ان الفيتامينات بتعدي بالبينوسايتوزس اللي هو بي 12 انترنسك فاكتور وفيتامينات اكيد. طيب ده الطرق اللي بيعدي بيها الدواء. طب هو العمليه دي بقى بعد ما عرفنا بتعدي ازاي، بتتاثر بايه بقى؟ ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الابزوربشن؟ الفاكتورز اللي بتاثر على الابزوربشن يا اما يكون حاجه ليها علاقه دراج فاكتورز، يا اما حاجه بالهوست فاكتورز اللي هي الحاجه اللي هتحصل فيها الابزوربشن ايه اصلا. طيب نركز كده بقى مع بعض الحاجات اللي بتعمل على دراج ايه فاكتورز. اول حاجه السايز والمولكيولر ويت بتاعه الدراج ذات نفسه. كل ما هيزيد السايز وكل ما هيزيد المولكيولر ويت، هل الابزوربشن هيقل ولا هيزيد؟ اكيد هيقل طبعا. لو كل حاجة اخف كان هيبقى الابزوربشن ايه اسرع واحسن. طيب تاني عامل بيأثر الكونسنتريشن جريديانت، كل ما هيزيد الكونسنتريشن جريديانت ده هيزود الابزوربشن ولا هيقلله؟ اكيد هيزوده، ايوه عشان خاطر كمان الابزوربشن هيبقى اسهل عشان خاطر بيعدي كمان بس. طيب تالت حاجة البولاريتي واللايبوفيليسيتي، هو نفس الحاجة اللي هي الشحنة الكهربائية بتاعة الدواء. لو لايبوفيليسيتي بتزود الايه، لو كل ما هيبقى لايبوفيليك كل ما هيعدي اكتر فالابزوربشن ايه هيزيد، انما البولاريتي لا البولاريتي بتقلل عشان خاطر لو الحاجة بولر مش هتقدر تعدي ايه بسهولة اكروس الممبرين. فيبقى كده الحجم والوزن والتركيز والبولاريتي واللايبوفيليس. طيب الهوست فاكتورز بقى، الفاكتورز اللي بتأثر على الدراج بس ليها علاقة بقى بالمكان اللي بيحصل فيه الامتصاص اصلا، هما البي اتش بتاعت الابزوربشن. البي اتش يعني على حسب، لو الوسط اسد يبقى هيدوب فيه الاسد احسن. الدواء لو اسد، لو الدواء اسد عايز يدوب في وسط اسد، لو الدواء الكلي هيدوب في وسط ايه الكلي. تمام البي اتش بتأثر. والفكرة في ايه؟ الفكرة ان احنا لو ضايبنا حاجة اسد في وسط الكلي هيحصل تفاعل ما بينهم وهيبقوا مشحونين كأنهم كهرباء، فده هيخليهم بولر، فده هيقلل ايه الامتصاص بتاعهم. طيب الفكرة برضو ان كده ممكن يتهيأ لك ان المعدة بتمتص الحاجات الاسيدك اكتر. هي بتمتص الحاجات الاسيدك فعلا عشان هي وسطها اسيدك، بس الفكرة ان المعدة حجمها صغير، السيرفيس اريا بتاعتها صغيرة، عشان كده اصلا اغلب الامتصاص بيحصل فين؟ بيحصل في الامعاء، بسبب ان السيرفيس اريا بتاعها كبيرة جدا وفيها مايكروفيلايز وفيها حاجات زي ما خدنا في الجي دي. يبقى تاني عامل غير البي اتش اللي هو مين؟ اللي هو السيرفيس اريا. ايه كمان تاني ممكن يأثر؟ تاني حاجة اللي هو البريزنس اوف ادزوربنت ماتيريال زي الفود او كيميكال. يعني ايه؟ بيبقى فيه ماتيريال موجودة اصلا في مكان الابزوربشن ممكن تأثر على العملية دي، اللي هو مثلا الفود. زي مثلا في ادوية بيقول ناكلوها ناخدها على معدة فاضية. ليه؟ لان في فود ممكن لما في ادوية لو التصقت بالطعام في المعدة بتعمل انها تقلل النشاط بتاعها يبقى ان اكتف. فالفكره ان احنا بنتفادى الموضوع ده ازاي؟ ان احنا الدكتور يقول لا الدواء ده تاكله على معده فاضيه عشان خاطر ما يكونش فيه فود في الايه في الاستومك. تالت حاجه الموتاليتي بتاعه الجي اي تي، كل ما الجي اي تي يكون بيتحرك اسرع كل ما هي ايه مش هيدي فرصه ان يحصل ابزوربشن للدراج، هيجي لسه الابزوربشن بيعدي ويعدي اكروس الممبرين، مفيش وقت بسرعه يجي عامل بسرعه. فكل ما هيزيد الموتاليتي كل ما هيقل الايه الابزوربشن. والبلاد سبلاي، كل ما هيكون البلاد سبلاي يعني مظبوط كل ما هيكون الابزوربشن اكتر واحسن. مش خاطر طبعا الابزوربشن انا بنقله في البلاد ستريم، وكل ما ترانسبورت بروسيس بتاعتنا فيه كاريرز وفي حاجات يبقى كده الابزوربشن طبعا هيكون ايه احسن. تمام دي كده العوامل اللي بتاثر على الايه عمليه الابزوربشن. تاني حاجه بقى في العمل الابزوربشن اللي هي مصطلح كده عندنا اسمه البايو افيلابيليتي. البايو افيلابيليتي يعني ايه؟ البايو افيلابيليتي تعالوا كده احكي لكم بس قصة الدواء. الاول اول ما بيخش في جسمنا، الدواء اول ما بيخش في جسمنا قلنا ان هو بيعدي وبيوصل للامعاء او كده، وبعد كده الفكره ان الامعاء فيه سيركيوليشن بينها وبين الكبد، فبتطلع الدواء بيطلع بالانتيرو هيباتيك سيركيوليشن دي وبيعدي على الكبد بالبورتال سيركيوليشن، وبعد كده الكبد بقى يوزعه على ايه يوزعه يروح للسيستميك سيركيوليشن ويوصل بقى للاماكن ايه كلها ويقدر يشتغل الدواء يحصل له ديستريبيوشن. يعني الفكره بقى ان هو الدواء قبل ما يوصل للسيستميك سيركيوليشن وقبل ما يؤدي وظيفته عدى على ايه؟
عدى على الجي اي تي وعدى على الليفر، يعني الليفر جزء من الجي اي تي يعني، بس عدى على الانتستين وعدى على الليفر. طب هو هل هيعدي كده يعني الدنيا سايبه كده؟ لا، لازم بيدفع الثمن ده. هيدفع الثمن ده بحاجه اسمها فيرست باس ميتابوليزم اوف دراج، يعني ادراج بيحصل له رابيدلي ميتابولايزد في الجات وول او في الليفر بعد ما بيعدلهم بالبورتال سيركيليشن. وبيعدي مثلا لو احنا خدنا 100 جرام بنخسر 20 جرام منهم في الليفر وفي انتستين، بس الباقي بقى بيوصل خلاص للدم، بيوصل بقى لاماونت الان تشينج دراجز بتوصل ايه للسيستميك سيركيوليشن ايه عادي خلاص. تمام. طيب في بقى احنا عايزين نقيس الكمية الدواء اللي وصلت فعلا للسيستميك سيركيوليشن. بنقيسها ازاي؟ بنقيسها بقى بمصطلح هو ده البايو ايه افيلابيليتي، ده فراكشن بتاعة الدراج اللي احنا خدناه اللي وصل فعلا للسيستميك ايه سيركيوليشن من غير ما ايه ما يتغير. طب دي هنقيسها ازاي؟ هنقيسها، طب هقول لكم حاجة الاول، احنا مثلا لو عايزين نعرف نسبة درجتنا كام في الفارما هنجيبها ازاي؟ هنشوف احنا جبنا كام في الامتحان ونقسمها الدرجة النهائية الفورمر وبعد كده نضرب في 100، فكده احنا عرفنا النسبة بتاعتنا كام. طب الفكرة مين للمية البيو افيلابيليتي بتاعته 100%؟ لو احنا خدنا دراج انترافينس، لو احنا خدنا دراج انترافينس انت اصلا كده وصلته للدم على طول، فمش هيحتاج ان هو يفقد حاجة، فالبيو افيلابيليتي بتاعته بتبقى 100%. فاحنا هنقارن وسائل اللي احنا بناخد فيها الدواء بالانترافينس، الاورال هنقارنه بالانترافينس عشان هو اللي 100%، الريكتم هنقارنه بالانترافينس، انتراماسكولار هنقارنه بالانترافينس، وهكذا. يبقى احنا بنجيبه زي ان احنا نعمل كومبيرنج البلازما ليفل اوف ادراج بعد ما خدناه بروت معين سواء اورال او اي حاجه باللي حصل في الانترافينس عشان غالبا بيكون ايه 100%. طيب عملناها كده في معادله متمثله كده على الشكل البياني ده، شوفوا التركيز الدراجز كده هنا في اللي هو دراج انجكتد، بصوا فين في البدايه بيكون 100% في السيركيوليشن وبعد كده بقى بيقل، انما لو اورال هيبقى قليل 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 لحد ما يحصل له الامتصاص ويوصل للبيك بتاعته وبعد كده بينزل ايه تاني. فالفكره ان الاريا اندر كيرف دي AUCD يعني اريا اندر كيرف، المنطقه اللي تحت الكيرف دي هي دي بقى يعني ده البلازما كونسنتريشن بتاعه الدراجز. فاحنا بناخد الاريا اندر كيرف اللي هي بتاعه تحت الانترافينس والاريا اندر كيرف تحت الاورال، وعملنا بيها ايه معادله. المعادله بتقول ان الاورال البايو افيلابيليتي بتساوي الاريا اندر كيرف بتاعه الاورال اللي هي درجتك اصلا في الفارما على الاريا اندر كيرف بتاعه الانترافينس اللي هي الدرجه الفورمر بتاعه الفارما مثلا، ونضربها في ايه في 100 عشان خاطر نجيب نسبه الاورال بايو افيلابيليتي. في مصطلح تاني بقى لو احنا عايزين نقارن بنعمل بايو اكويفالنس، يعني بنقارن بين دوايين تو دراج فورميليشن بين بيبقى بنسميهم بايو اكويفالنت لو هم عندهم نفس الايه البايو ايه افيلابيليتي، لو هو دوايين عندهم نفس البايو افيلابيليتي وبيوصلوا البيك بلاد كونسنتريشن في نفس الحاجه بنسمي الدوايين دول بايو ايه اكويفالنت. كده يعتبر احنا خلصنا الابسوربشن. هنتكلم بقى دلوقتي عن دراج ديستريبيوشن.